وصلنا لمحطتنا القانونية لليوم ورح نحكي فيها عن مواد نصوص دعمت وحمت وصانت أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات مختلفة. فكيف صان القانون ذوي الإعاقة؟ هذا الشيء رح نتعرف عليه أكيد مع ضيفتنا الأستاذة المحامية رنا ديب. صباح الخير أستاذة رنا. صباح النور سلمى، سعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك دائما معك أستاذة. نسلط الضوء على كثير من القوانين السورية مهمة وإلى أثر إيجابي بحياتنا ويجب علينا أنه نتعرف عليها كلياتنا. خلينا نحن كنا نقول تحت الهواء، ما نحب نقول معوق، فينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوق. شو عرفه القانون السوري؟ نعم، هلا مثل ما قلتي فعلا هو بداية من المصطلح اللي أنا عندي يعني بصراحة أكثر من نقطة استفهام على استخدامه حتى في القانون السوري، وفرصة أنه نسلط الضوء عليه. يعني مصطلح المعوق مصطلح بيظلم هدول الناس، مصطلح صحيح. خاطئ، وحتى بصراحة يعني أنا وجهة نظري حتى ذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح لا يليق بهم، لا يليق بقدراتهم. كثير من الأشخاص اللي عندها خلينا نقول شيء معين جسماني مثلا لنفترض، أو حتى بمكان ثاني هي عندها خلينا نقول نوع من الإعاقة، فإذا بتطلعي علينا كلياتنا نحن عندنا إعاقة، بس نحن إعاقتنا مو مبينة، هن إعاقتهم بجوز ظاهرة، بجوز هن أشخاص لا يمتلكون البصر مثلا، أحد أنواع الإعاقة، ولكن يكون بصيره نحن انفسنا ما عندنا اياها. في ناس ما عندهم اقدام تمشي عليها، ولكن عندهم اقدام بيساوي كثير عالم هن عم تمشي على قدمين في هذه الحياه. فبابتداء من المصطلح لازم يجب التغيير، واهم من انه نغير مصطلح ونقوله هلا علينا نحن بنعرف نحكي، لا نحن نغير مصطلح ونغير نظره الناس ونظره المجتمع. مع العلم انه هذا مو اختصاصي، وانا هلا بدي احكي بس بقوانين موجوده وموضوعه لحتى نشوف كيف صان حقوقهم مثل ما استخدمتي انت المصطلح سلمى. لنحكي عن تعريفهم بالبدايه وشو هي حقوقهم بالقانون السوري، ولكن إذا بيتغير المصطلح وتتغير النظرة وتتغير المجتمع فهذا أكيد هو طلبنا. أكيد، وهذا يعني جزء النتيجة. من دورنا، جزء من دورنا كلياتنا. أكيد لما بنحكي عن هذا الموضوع بنثير النقاط وبنحكي فيها، فهو جزء أيضا الإعلام كمان له دور اليوم، أكيد يوجه دور كتير كبير، يوجه الحديث ويوجه الإضاءة على مطرح معين. خلينا نبلش وننسى القانون شو مسميهم ونحط قانوننا الخاص اليوم. خلينا نقول ذوي الهمم أو ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخارقة إذا فينا. تماماً. خلينا نبلش بالقانون، شو حقوقهم وكيف تم صون حمايتهم أيضا. هلأ هو أولا عرفهم القانون وقال أنه كل شخص عنده إعاقة هو شخص ما بيقدر يمارس أو ما بيقدر يلبي ضرورات حياته الفردية الاجتماعية العادية اللي الناس هي بتقدر تلبيها، وقال أنه ممكن يكون هاي الإعاقة تكون كلية وممكن تكون جزئية، وممكن تكون هاي الإعاقة خلقت مع الشخص وممكن يكون اكتسبها فيما بعد نتيجة ظرف معين أو حادث معين، ممكن تكون هاي الإعاقة جسمانية مثل فقدانه لأحد الحواس أو أحد الأعضاء، وممكن تكون إعاقة ذهنية مثل اللي عندهم شلل دماغي أو أنواع تانية من الإعاقة مثل متلازمة داون مثلا، فهدول عندهم إعاقة بس ذهنية. فلما حكى القانون عن كل هاي المصطلحات جماعة بالتعريف مشان ما استثنى حدا، لما بنحكي عن الحقوق فهو حقوق كل هدول الناس، لما بنحكي عن الدولة شو واجبها تجاههم فهن هدول كلهم. تماما، هاي بالنسبه للتعريف. اما اذا بدي احكي عن الحقوق اللي صان القانون فهي بصراحه بند القانون بشكل واضح وصريح كل المجالات، ابتداء من مجال مثلا الصحه، مجال التربيه والتعليم، مجال العمل، مجال اعفاءات من الرسوم مثلا والضرائب، فهي كل مجال في تفصيلات واضحه وصريحه عن حقوق هدول الاشخاص. طيب خلينا نحكي عن الشق مثلا بتاع التربيه والتعليم. نعم، نبلش نفندهم شوي شوي لانه مهم اليوم نتعرف، لانه في كثير من الناس للاسف يمكن ما بتعرف شو هي الحقوق اللي بتمتلكها اليوم. خلينا نعرفهم اكثر لانه هن لهم جزء كبير من المجتمع، هن كمان مشاركين معنا للنهوض بالمجتمع. حتى نور صراحه وانا عم احضر الحلقه اجاني كذا اتصال انه هذا الموضوع انه اجتماعي ما هو موضوع قانون، ليش في قانون اصلا بيحمي هدول الناس؟ الناس ما بتعرف انه هي لا نحن ماني جاي انا احكي بشكل اجتماعي وشو مهمه المجتمع يعني. خلينا نقول القانون كمان عم يغير نظره الناس لإلهم طبعا، يعترف فيهم القانون ويعطينا حقوقهم الناس، لانه اليوم بمجتمعنا للاسف بتلاقي حتى الام بتلاقي ماسكه ابنها وعم خجلانه او المقابل يعني. ما عم تخليه يندمج مع الاخرين. هذا هون شق اجتماعي، هو بدنا نلعب على تغيير النظره المجتمعيه للشخص اللي عنده هي الاعاقه. هذا جانب ثاني، بس انا قصدي انه حتى الحقوق لما انت بتعطيها للشخص اللي عنده اعاقه انت ما عم تعطيها اياه لانه انت نفسيا متعاطفه معه، انت عم تعطيها اياه بموجب القانون. يعني لما بحكي عن مجال الصحه بيقوى شوي هو طبعا، يعني لما انت بت
تقولي انه انا مثلا اذا عندي القانون بيقول على الشكل التالي انه الاعاقه الجسمانيه، خلينا نقول لانه الاعاقه الذهنيه طبعا تتطلب وجود مدارس يعني خاصه فيها كوادر واطر مهيئه فنيه لحمايه او لاعاده تدريبهم واعاده دمجهم بالمجتمع. بس بنحكي عن اعاقه جسمانيه، قال لك بننظر لنسبه الاعاقه اللي عند الشخص، فممكن يكون هو بمرحله التعليم الاساسي لانه هو الزامي حتى على الشخص اللي عنده اعاقه، فبدك تدمجيه مع المدارس الحكوميه العاديه واذا كانت اعاقته بتسمح، اذا كانت اعاقته ما بتسمح فبتنقليه على مدارس خاصه هي اعدت لهذا الغرض. هي من ناحيه التعليم. من ناحيه انه الجامعات مثلا كليات العلوم الانسانيه تحديدا لانه هي كليه نظريه، يعني ممكن يقدر الشخص اللي عنده شيء من الاعاقه انه يكون موجود بهي الكليه، فهو حدد يعني نسبه لانه يكونوا موجودين بدون مفاضله اللي نحن بنعرفها المفاضله العاديه، هن كان لهم مفاضله خاصه ما بتاخذ الحد الادنى من مجموع الدرجات اللي هو مطلوب من الطلاب الثانيين يعني. فهي كان بنود من القانون يعني منصوصه، ما انه لازم الناس تعرف انه لك حق انت تدخل على الجامعه، حق تدرس بالمدارس. فهي اذا بدنا نحكي عن جانب التربيه والتعليم، حتى مثلا التربيه الرياضيه الاصحاب اللي عندهم مشاكل معينه كان المفروض انه يكون عندهم، وهذا بنص القانون، معدات رياضيه خاصه فيهم يمارسوا انشطه رياضيه، يكون في عنا اماكن مخصصه و خلينا نقول برامج رياضيه. بس في ناس يعني مش قدرتها مثلا مدارس خاصه يحق لهم ادخالهم بالمدارس الحكوميه، هي نقطه كثير مهمه اليوم لانه بيشوف احيانا طبعا نحن قلنا اول شيء انه في هن المفروض يعني مو انه تفضل صحيح. المفروض يكونوا موجودين بالمدارس الحكوميه، الا نحن انه في انواع كثير يعني خاصه ما بتقدر تندمج بالمدارس الحكوميه، بتكون هي صعبه عليها وصعب على الناس الثانيين، فممكن بس هي بس هذا الشيء بيندرس من الاطباء بيندرس بالتعاون بين وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اللي هي مسؤوله عن هدول الاشخاص ذوي الهمم، وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم طبعا. اكيد مجالات ثانيه كثير كمان بتدخل ضمن تنظيم خليني أقول حياتهم وحقوقهم من المجالات الصحية صحيح. أيضا ومجالات العمل فيما بعد، خلينا نحكي أيضا كيف تعامل معها القانون السوري. هلأ سلمى بالمجال الصحي كان في تعاون وبنود قانونية واضحة وصريحة أنه بيقلك أول شغلة لازم يكون في عنا نحن يعني أساليب وقائية قبل ما يكون علاجية لموضوع الإعاقة. في أشياء نحن ممكن نتبعها تخلي في عنا وقاية من الإعاقة. مثلا هلأ على سبيل المثال التقرير الطبي المطلوب من الأشخاص المقبلين على الزواج، للأسف أنا شفت حالات يعني أنه نحن لما القانون بيجي بيحط شي مادة مثلا هو ما له بيقصد أنه يجي يكتر التزامات على المواطنين. أحيانا بتكون أنت عم يلزمك بشي لمصلحتك أنت قادم. ففي ناس بتروح بتقلك إيه أنا ما بدي أعمله هذا التقرير، كيف فيني دبره؟ يعني كأنه القصة هيك، لا هو ما راح يتدبر، بدك تروح تنزل انت والخطيبه او انت والشخص اللي مقبل معه على الزواج صحيح. لتعمل فحوصات طبيه باشراف لجنه طبيه مختصه لحتى يطلع التقرير يكون انه انتوا الاثنين كاشخاص مؤهلين لتكونوا زوجين مع بعض، ما في مشاكل. هذا بيعمل وقايه من حدوث اعاقات، خاصه لما بيكون في عندنا زواج اقارب. يعني نحن المفروض يصير في تحاليل طبيه لحتى ويصدر هذا التقرير لحتى اصلا بالمحكمه ينقبل ينكتب الكتاب. هلا بتفوتي على المحكمه بيفتحوا الادباره، في أوراق مطلوبة كتير طبعا منها تقرير الطبي اللي هو إذا كان مانو موجود بتتسكر الإدارة وما بيقبل القاضي الشرعي إنه يقوم بعقد قران هدول الشخصين. فهذا إجراء وقائي، هذا من الخدمات أو من الحقوق الصحية اللي الدولة تبعتها لحتى ننحمى قد ما بنقدر من موضوع الإعاقة. الشغلة الثانية في عنا خاصة بالنسبة للإعاقات الجسمانية في مراكز العلاج الفيزيائي، فهي نص القانون إنه يجب إنشاء مراكز علاج فيزيائي على الأقل مركز واحد في كل محافظة لحتى نكون نحن إذا كنا ما قدرنا نعمل وقاية، فإذا كان في عنا حالات إعاقة نعمل علاج نقدر يا نخلصهم بشكل جزئي منا يا بشكل كلي حسب نسبة الإعاقة ودرجة الإعاقة. فهدول المراكز العلاج الفيزيائي، لما بحكي عن مركز علاج فيزيائي بالنتيجة أنا بدي كادر مختص، كادر فني بيقدر يكون، فهذا الشيء نصوا عليه بالاختصاصات الثانية مثلا المعاهد الطبية ولا الكليات انه يكون في هذا الاختصاص، اختصاص العلاج الفيزيائي اختصاص فني خاص بالاشخاص اللي عندهم اعاقة لحتى يقدر
يكون هو موجود بهذا المركز. هي بالنسبة للناحية الصحية. في عنا سجل اسمه سجل الإعاقة، نحن المفروض بسوريا نكون نعرف شو عنا نسبة إعاقة، شو بنقدر نحن الإعاقة اللي بنقدر نحلها، مثلا الإعاقة اللي ما بنقدر، فهذا السجل لازم يكون موجود. هذا الشيء بيصير بالتعاون بين وزارتين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومو الوزارة الثانية هي لجنة إحصاء. أحيانا بتسمعوا أنه إجت إحصاء على البيت، أنه شو عدد الأفراد، مين في عنا إعاقة، مين في عنده مشاكل صحية، هذا كله بيتسجل حتى نكون نحن بسوريا في عنا أرضية نعرف حالنا وين رايحين بهذا المجال تحديدا تنقدر نحل. أستاذ رنا، خلينا نحكي عن شق التوظيف اليوم. نعرف القانون السوري في نسبة معينة لا فينا نقول ذوي الهمم إلهم الأحقية بالتوظيف، خلينا نحكي عنها أكثر ونشرح عنها أكثر، وهل يجب تعديلها ليكون النسبة نوعا ما فينا نقول أعلى من النسبة الموجودة؟ 4% اللي منصوصة بالقانون، هي صلى زمان يعني، صلى زمان كثير يعني، فترة والله طويلة يعني زمنية. عم ينادوا انه في نسبة أعلى، صحيح، بس ما صار يعني كقانون، خلينا نكون واضحين، ما تعدلت النسبة، ما صار في نسبة أعلى. بس عمل القانون شغلة، مثلا بالنسبة للقطاع الخاص، انه قال لك صاحب العمل لما بيوظف 4% هو طبعا هذا الشيء حقهم، لما هو من نفسه بيزيد عن النسبة المقررة قانونا بيوظف بدل 4% 5% خلينا نقول، عن كل حدا شخص زيادة وظفه عن النسبة بينحسم له ضريبة دخل بمقدار الأجر، بمقدار أجر عامل يعني عن كل شهر. فهي انه يعني عطاء ميزه، انه انت اذا من رب العمل تحفيزيه، بس هي غير كافيه، لانه انا لما بعطي حتى ميزه حتى نسبه قليله فينا نقول اليوم 4%، هلا اولا قليله جدا لانه حتى الاحصائيات مش كامله، ما بنعرف، لانه هي في زياده للنسبه عن السابق. وانا بصراحه مع المواد اللي كثير هيك بهالمواضيع حدية وواضحة أكثر، يعني أنا لما بعتمد على خيارك أنت ممكن تختاري وممكن ما تختاري، حتى بجوز تتخلي عن الميزة وتقولي ما بدي، لأنه في نظرة أصلا بجوز تكون غلط. بس أنا لما بلزمك إلزام كقانون دائما الضمير الإنساني يعني هو شيء طبعا نحن معكوس، إذا ما بتوظف من نخصم منك الأجر ولا حتى هيك يعني، لا هيك ولا هيك صراحة. نحن كأهل قانون بنحكي، أنا الضمير الإنساني ما بعول عليه بتحقيق العدالة، لأنه إذا بدي أعول على الضمير الإنساني يعني بصراحة ما، بس لما بكون أنا تحت سقف قانون واضح وصريح هيك مطلوب منك قانونا، إذا ما بتعمل هيك في معاقب، لأنه أنت طلعت عن أنا هون بضمن المجتمع يمشي بطريقة أفضل وبعدالة أفضل. وهذا الحكي مو بس عن موضوعنا اليوم، عن كل المواضيع يعني، خلي القانون دائما عنده بنود واضحة وصريحة. أكيد، ودائما نحن بنحاول من خلال وجودك معنا أستاذة رنا نضوي على مواضيع متعددة نحكي فيها عن القانون، يمكن هي أول مرة ينحكى فيها هيك بشكل مفصل عن حقوق ذوي الهمم. نتمنى دائما أكيد يكون حقوق مصانة، وكل مواطن سوري تحت سقف الدولة السورية يكون أكيد طبعا حقوقه مصانة. شكرا لوجودك معنا. شكرا سلمى، شكرا نور. أكيد نشكرك أستاذة على وجودك معنا، ونتمنى مثل ما قلت يكون في تعديلات هيك منصفة أكثر لكل أصحاب ذوي الهمم إذا فينا نسميهم، ابتداء من تعديل المصطلح. شكرا كثير لك، نحن بنطالب بهذا الشيء. أكيد، أكيد. شكرا كثير لك.